إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من الناظور. طبعا كما كيعرف الجميع بأنه مؤخرا وقعت واحد الضجة. طبعا شي ناس عندهم الأرض ديالهم ومحفظة وعندهم الملكية وإلى غير ذلك، جات واحد الشركة معروفة وبلا العلم ديال الناس، وبنات واد الحار في الارض ديال هاد الناس هاد. طبعا بعد فيديو ديال شوف تي في يعني تطورات جديده، يعني الى جات لهم واحد الرساله طبعا من السي مرزوق المرابط اللي هو مول الارض. واحد مول الارض ياك مرزوق المرابط، لا مرابط عبد الكريم، هو خاي هذاك. خاي هذاك طبعا خاك طبعا، بناء على ظهور الشريف. يعني في هذه الرساله هذه السي المرابط كيقولوا بانه راه القسمه كانت يعني من قبل ياك، فوقاش كانت القسمه اللي درنا القسمه في اواخر الثمانينات. في اواخر الثمانينات هما في الرساله اش كيقولوا فيها هنايا؟ كيقول لك في التسعينات قانون 25 على 90. 25 على 80 جابوا هذا القانون هما. ما نعرف. منين جاب هذا القانون هذا؟ ما نعرف، وانا عندي الشكايه معاهم في 2013. وكاين تما كيقول لك 1437 ذو القعده هجريه. درتو القسمه في اواخر الثمانينات. اواخر الثمانينات، وهما كيقولوا راكم درتو خالفنا القانون. درتو القسمه فوقاش؟ هما كيقول لك القانون ديال 25 على 90. احنا قبل درنا هما كيقولوا هنايا اما فيما يتعلق بتقسيم العقار المدلي به من طرفكم فهو تقسيم غير قانوني ومخالف لمقتضيات القانون 25 على 90 على 90 المتعلق بالتجزئات العقاريه والمجموعات السكنيه وتقسيم العقارات، مما يعد مخالف يعد عليها للقانون المذكور والقانون رقم 1266 متعلق بمراقبه وجزر المخالفات. وما هذا منين جابوا هذا القانون السي المرابط؟ ما نعرف. انتم درتوا التقسيم في الثمانينات، هما كيقولوا لكم بانكم درتوا التقسيم في التسعينات. وهما عطاوا الرخصه عطاوا الرخصه للناس، بناو تما في التسعينات، في 2000، في 2010، 2018، وكاين الناس راهو تما كيبنيو عندهم كيعطيوهم الرخصه، مارتشي كيعطيوهم الرخصه. ياك سيدي. ايه. يعني لا 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 ما نكروش الانجازات اللي دارت هذه الشركه اللي هنايا، ولكن باش يحسبوا ريوسهم بانهم راه فوق القانون، يجيو يديروا اللي بغاو ويدخلوا اللي يدخلوا في شي مسائل اللي ماشي هي ديالهم، اللي احنا كنعرفوا بانه المسائل بحال هاد المسائل هادو راه كتخص القضاء. قضاء. القضاء هو اللي كيفصل في هاد المسائل هادو، ماشي شركه ولا حتى شي حاجه. راه براسك فاش كنت كتمشي عند البوليس ولا كتمشي لسميتو، راه كدير المحضر ديالك ولا الجدرميه، هما كيحيلوا على النيابه التعليم، على القضاء، على النيابه العامه. النيابه العامه هي اللي كتفصل في هاد الشيء هذا. القضاء راه ماشي شركه، الشركه ما عندهاش الحق يعني تقول اللي خاصو يهضر فد بانه اللي خاصو يهضر ويقول واش انت خالفتي القانون ولا ما خالفتيش القانون، راه هو القضاء. واش دابا هما هنايا كيهضروا باسم القضاء؟ راه ما كيهضروش باسم القضاء هنايا، كيهضروا باسم الشركه ديال مارتشيكا. والقانون هذه الماده هذو سميتو، راه خص القضاء هو اللي خاصو يهضر. راه القضاء الى جا القضاء قال لك اودي السي مرزوق المرابي السي فلان راه هادشي اللي درتو راه حنا كنامنوا بالقضاء، حنا في بلادنا كنامنوا بالقضاء. لا هما عندهم واحد سيستيم دائما كيديروها، كيعرفوا بان اي واحد كيجي اي مهاجر عنده العطله محدده كيكون عنده اربعه ديال الاسابيع كيرجع. وهذا الرساله جات باش شوف دابا هنا قال لك الماده 95 على 20 على 90 المتعلق بالتجزئه. هذا ظاهر حنا تجزئه درناها اواخر الثمانينات هما كيقول لك
في الأواخر ديال التسعينيات ياك. إيه. آه. وكاين عاود واحد القانون آخر. كيذكر فيه ذو القاعدة في الأول. 1437 هجرية قانون ديال الواد. وأنا درت له الشكاية 2013. فهمتي؟ والواد راه عنده من منبع ديالو حتى المصب ديالو فيه 4 المترو كاين سكان ولا ما كاينش سكان، ولكن القطعة ديالنا فيه 13 المترو. أيه. وعطاو الرخص في هذيك القطعة النيت كيبنيو الناس. راهم تما اللي بنوا 2010 2015 كاين راهم تما كيبنيو كيبنيو. وانت يا اللي في الارض ديالك ومحفظه وعندك الملكيه وعندك كل شيء قانوني وما عندكش الحق تبني. لا ما كيعطيونيش الحق باش يصحوا هذاك الواد. ما كيعطيوكش الحق وانت داك الشيء في الملكيه ديالك. واه يخصص الحق. علاش ما يصلحوش هذاك الواد؟ الناس راه جاوا غاسكنوا تما غاشراو وسكنوا تما وعطوا لهم الحق. لا انا بغيت نعرف هذاك الواد هذاك في القطعه ديالنا علاش بقى فيه 13 مترو؟ هما كيقول لك قانون 1437 هجرية ديال المياه وطن. أنا درت شكاية 2015-2013 ولكن هما بغاش يصلحوا هذاك الواد، ولكن كيقول لك بأن احنا هما كيحترموا القانون ديال الواد. في احترموا القانون ديال الواد، هو القانون ديال الواد. شحال دوك من السنتيم؟ طيب شحال دولي من السنتيم؟ في قطعة. في القطعة والواد فيه في العرض ديالو 4 المترو. 4 المترو انت شحال دارك من السنتي؟ فيه 13 المترو. وزو 4 المترو في 13 مترو غادي يبان لك شحال داو. هما كيقول لك لا راه هما احترموا القانون ديال الواد. ما احترموش القانون ديال الواد. إلا كان الواد من المنبع ديالو حتى المصب ديالو فيه 4 المترو خص يحترموا حتى في القطعة ديالنا يديروا فيه 4 المترو. علاش يخليوه 13 المترو؟ ودابا باش نبنيو ما خصناش نبنيو. وماشي واحد راك تما واش نقول لك شي 10 ولا 20 واحد وكلشي راه عايش في الخارج موقفين باش يبنيو على هذا السبب ديال الواد. والشكايه درتها لهذاك ديال المياه الجوفيه ديال ملويه، ودرت مارت شيكا 2013، ودرت العماله ندير الشكايه راه عندي. ودابا ملي درت لهم الشكايه في هذا الاسبوع رجعوا قانون 25/90 ديال التقسيم العقاري، وحنا عندنا هذاك التقسيم في اواخر الثمانينات. وكيذكروا تما بان احترام الواد قانون 1437 هجريه. وانا عندي الشكايه 2013 على هذاك الواد. يخص يكون القانون فوق الجميع. القانون فوق الجميع طبعا. أيه. لانه في ويحترموا واحد الحاجه. يحترموا المهاجرين. المهاجرين كيجيو هنا ما عندهمش الوقت. دابا انا جبت معاد السيمانه دوز جوج سيمانات غير معاهم، باقي لي جوج غنبقى ندوز معاهم في الادارات. ما يمكنش. هذا حقك. واه. و 2013 وانا معاهم ما كانش شي قضيه. هادشي لانه باش بقى يحدوا في الفصول الفصل كذا الفصل كذا 90 الفصل كذا 90 الفصل كذا 90 راه ماشي الشركه اللي غادي تحدد. يعني راه كاين القضاء واللي كيحدد في هذه المسائل هذو. نعم. الا كان القضاء حنا كنامنوا بالقضاء ديالنا. الا جا القضاء السي مرزوق دابا انت واش هذا الشيء القضاء هو اللي صافط لك هذا الشيء؟ راه ماشي القضاء، ماشي القضاء الشركه. مثلا كان جات المحكمه او القضاء يعني غترحب بالفكره تقول راه يعني صافي راه القضاء هو اللي قال هذا الشيء هذا، المحكمه هي اللي قالت هذا الشيء هذا، ما عندي فين غنزيد. نحترموا القانون. نحترموا القانون. إيه. ولكن ملي غتجي الشركه يبداو يقولوا داكشي من وكتبقوا القانون ديالهم. ولكن خصها، ولكن الشركه راه خصها فعلا الا كتشوف انت متضرر او لا الشركه متضره الشركه دير حتى هي الشكايه للمحكمه. المحكمه إيه. وبيناتكم المحكمه وبيناتكم القضاء واللي يحكم بها القضاء. مرحبا. اما باش تجي الشركه يعني طبق عليك القانون، طبق عليك القانون اللي بغات هي، هذا الشيء راه ما يمكنش. وهذا الشيء راه لا يعقل. وحتى ذاك واد الحار بالقضاء، حتى ذاك واد الحار ملي دوزوه ما طلبوش الرخصه منا. جاو القطعه الارض ديالنا ودوزوا فيها واد الحار. وهذاك واد الحار ما يمشيش مع ذاك القطعه، يخص يمشي مع الطريق العمومي. دائما واد الحار كيمشي مع الطريق العمومي. هما خلاو الطريق العمومي ودازوا في القطعه ديالنا. ومن جينا في 2013 جبرنا كملوا واد الحار.
دابا دابا اللي دار الانتباه ديالي الانتباه ديالنا واستغراب هو كاين واحد الواد اللي طالع حتى الجبل في غير شي 4 متر 4 متر 4 متر طالع حتى الجبل ومسقفينو مسقفينو مسقفينو والواد اللي بانين اللي بناو فيه نتايا الواد الحار اللي بناو فيه في الارض ديالك نتايا أيه. بناو فيه داروا فيه هما على حسب الواد اللي انه خص يكون 4 متر 4 متر هما داروا فيه 13 متر والريحه كتعطيهم سقفوا واسقفوا بعدا هو انت براسك انت كنتي كتقولوا سيدي غايب عليو مني غير يسقفوا غير الواد يسقفوا غير الواد يسقفوا غير الواد يعطيو لي سميتو بانه حقي بانه راه داو عليا داو لي كم شحال شي 7 متر ولا 8 متر 4 13 زورت فيه 4 راه 7 متر داو ليك 7 متر انت كنتي طالب غير يسقفوا يسقفوا غير الواد يسقفوا غير الواد يسقفوا غير الواد على الاقل يسقفوا غير الواد لانه ما يمكنش واحد الواد راه كان قبالتك راه قبالتك واحد الطريق واحد شي سنتيمتر ايه واحد القنطره وصافي غير واحد القنطره وسقفوا حتى للجبل هكاك غادي و4 متر تما احترموا القانون ما عندنا ما نقولوا لا احترموا القانون تما تما برافو ولكن انت ملي جاوا الارض ديالك داروا الواد فيه 13 متر حنا كنعرفوا هو القانون يعني فينا هو القانون انت بنيتي واحد الواد طالع حتى للجبل فيه 4 متر وانتم كتقولوا بانه راه الواد خصو يكون فيه 4 متر وانتم جيتوا عند الارض ديال السيد جيتوا عند الارض ديال السيد درتوا فيه 13 متر في العرض في العرض وديتوا ليه 7 متر من الارض ديالو وما سقفتوش في الاصل ما سقفتوش والناس كيموتوا بالريحه تما والناس كيعانيوا والناس كاين الناس اللي مرضوا تما بامراض مزمنه امراض صعبه وكيتيحوا في الواد وكاين الناس طاحوا في الواد كاين الناس طاحوا في الواد والاطفال الصغار كيلعبوا تما كيلعبوا تما فاش كتضرب الشتاء الا مشى شي غاشي دري صغير طاح تما مشى للبحر مشى للبحر هذاك الواد كيدي كله للبحر كلشي للبحر راه ماشي شي واد صغير يعني باش غطيح فيه دغيا تقدر تسلك راسك راه انت براسك انا براسي الا طحت فيه راه والله لا سلكتي لا لا والو اه والله لا سلكتي وهذاك الواد راه كيشكل واحد الخطر واحد الخطر واحد الخطر على سلامه الساكنه حيث يرقع لانه ماشي غير دري صغير ماشي غير دري صغير واخا تكون عوام واخا كتكون كتعوم والله العظيم الا تحتي في هذاك الواد بديك المسافه ديال 13 متر وجات شي شتا وتحتي ولا تزلقتي ولا تحتي والله حتى تمشي تمشي هي تمشي هي والخطير هذا الشيء واش هذاك يدعوا بالقانون حنا من يدعي بالقانون هو القضاء 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 هو الى جا القضاء حكم بيناتنا بيناتكم هذيك الساعه كنقول ما عندي فين غنزيد تهضر السي مرزوق انت ما عندك عبد الكريم عبد الكريم سي عبد الكريم انت ما عندك فين غتزيد تهضر ولا انا غنزيد نهضر لانه حنا كنحترموا الحكم ديال القضاء خلا. والقضاء يعني صافي قال الكلمه ديالو ولكن باش تجي شركه تطبق عليك القانون ديالها وغتناقض كيقول لك بانه الواد خصو يكون فيه 4 متر انتوما جيتو بنيتو 13 متر وديتو للسيد 7 ديال المتر هذا الشيء راه لا يعقل راه القانون فوق الجميع ماشي اي واحد غيجي يطاول علينا او لا غيبغي يدير اللي بغا راه في البلاد فيها القانون وكاين القضاء القضاء صافي يعني في هذه المسائل ديال القضاء هو اللي كيحسم فيهم الشركه الى مضره دير الشكايه وتمشي للمحكمه القضاء كنشوف ها ايوا بانهم راه السي المرابط هذاك الشيء اللي كيقول السي المرابط تك تك راه ماشي هو هذاك ماشي هو الجواب اللي كنت كنستنى انا هذا الجواب ماشي ماشي هو كنت كنستنى شي حاجه اخرى يستدعيونا يستدعيوك بعدا يلقاو معاكم شي حل شي حل ماشي جواب انت السي المرابط مستعد تنازل على شي حوايج مثلا يعني غير يستدعيوك يستدعيو ناقشوا المشكل فين هو ها ايوا على الاقل يسقفوا الواد وي يسقفوا لا خص الواد يسقف دابا انت السي المرابط اللي نفترض رجعوا لك داك رجعوا لك ديك مثلا 7 متر اللي داو لك راه رجعوا راه داوها 7 متر رجعوا لك ديك 7 متر رجعوها لك ولكن هذاك واخا رجعوا لك 7 متر راه داك الشيء غير كافي لانه انت راه غادي تجي تبني تما راه عندك وليداتك وغيكونوا عندك الاحفاد ديالك ودابا انت السي المرابط غتمشي مثلا طلع الناظور تقدا شي حاجه يعني ما تقدرش تخلي ولدك يعني غير لابد غيخرج يلعب تما يلعب تما يلعبوا تما الدراري ولا الاحفاد ديالك خوتهم ولا خواتاتك جاو عندهم وليدات صغار مثلا جاو لعبوا تما وانت باني تما جات غا شي شتا ولا جات شي واد ولدك طاح تما ولا الحفيد ديالك طاح تما
فين غادي فين غادي نوليو. وكاين واحد الحاجه اخرى راه آه. ملي كنطلعوا في الجبل في ارض ماشي 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 ديال ما فيها بو السكان وسقفوه فهمتي ولا ماشي فيه السكان وسقفوه غريب هذا الشيء فهمتي ولا وفي 4 المترو في 4 المترو وعلاش هذاك الموطع سقفوه ما كاينش ما كاينش ما كاينش الخطر على تما هذاك السكان علاش ما كاينش كاين شي ديور شي مرات شي على على جانب ديال الواد ما كاينش تما السكان كاع كاينش تما السكان وسقفوه ولكن تما في الارض ديالنا انا الاول كنطلب يخص يزولوا واد الحار يزولوا يزولوا من تما علاش واد الحار يخص يمشي على الطريق العمومي الطريق العمومي صحيح صحيح ماشي هنا في المغرب راه حتى في الدول الاوروبيه الواد الحار كيمشي في الطريق العمومي ما كيمشيش في الطريق ديال اي 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 قطعه ارضيه كتجي حتى حنا في بلادنا هنايا كنشوفوا بزاف ديال الوداد كيمشيو للواد كيمشي في الطريق الطريق العمومي ولكن كاين ديك الطريقه باش دار الواد وباش بناو الواد واه راه ما فهمناهاش والساكنه ما فهماش داك الشيء راه الساكنه كيتشكاو كيتشكاو الساكنه كيعانيو بسبب الرائحه الكريهه اللي كتعطي من اللي كتعطي من تمام داك الواد الحار وبناو فيه 13 متر وداو ليك نتايا 7 متر وملي كيجاوبوك في الرساله كيقول لك كيقول لك المادة ومخالف لمقتضيات القانون 25 متعلق بالتجزئات العقارية واش انت هو القضاء اللي غتحسم في هذا الشيء هذا ما فيش جبر هذاك القانون ما واللي ما عارفش القانون سمح لي اللي ما عارفش القانون كيمشي للمحامي إيه. كيستاشر معاه كيقول له انا في الشركه فلان وفلانيه راه جا مثلا السير مرافيت والعائله ديالو والورثه راه كيقولوا بانه راه حنايا راه دالينا فلان راه دالينا راه كيرجع بانه راه حنا دالينا 7 ديال المترو دينا ليه 7 ديال المترو وهادشي دينا ليه 7 ديال المترو والمحامي شنو كيدير كيقول لي جيبوا لي الوريقات وكيديها للمحكمه المحكمه هي اللي كطالع وهي اللي كتحسم في الفصول الماده 25 الماده 25 على 90 ماشي الشركه الشركه كان بامكانها على الاقل تستدعيكم انتوما تستدعيكم انتوما وتناقشوا هاد تناقشوا ما وصلتوش للحل شنو غادير انت السي مرابط انت غتمشي دير المحامي غتتجه للقضاء والشركه كذلك غتحول الملف غتمشي دير المحامي ديالها وغتتجه للقضاء والقضاء هو الفاصل بيناتكم وماشي الشركه غتبدا تفصل وتقول راه حنايا راه كذا فاصل كذا هاد الشراء ديال المحكمه وديال القضاء وانا ما كنتش كنتصور بان هاد الشركه عندها واحد السمعه مزيانه اه نتي ولا في الناظور احنا ما نكروش واه عندها واحد السمعه نقول الصراحه الناس ديال المهاجرين في الخارج كيسمعوا عليها واحد الشركه اللي كدير هذه المشاريع اللي كدير في مثلا في الناظور في لا برافو عليهم ايه. ولكن منين قست الارض ديالنا نقول لك الصراحه انا فقدت الامل بهذه الشركه علاش شفت علاش كدير تمييز هذا راه تمييز هذا سي المرابط لا 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 درتي شي شكايه للقضاء المحكمه لا مازال ما وصلناش للقضاء مازال خص حتى نستشر لا نستشر مع لا ماشي مع المحامي مع الناس اللي ديال الارض ماشي انا بوحدي لان كاين الورثه كاين ورثه تما نستشرهم الاول عاد نتجهوا للقضاء لانه القضاء هو الفاصل اييه ولكن كنا غادي نحلوا مع عماره شيكا بطريقه وديه وديه اللي دار في استرقاع من الشمال حتى الجنوب حتى البحر تحتار نقراو حنا غادي نقراو هاد اي قراها قراها الرساله هادي الى السيد مرزوق المرابط حي ترقع الناظور الموضوع بخصوص واد ترقع مرجع شكايتكم المؤرخه في 9/3/2021 وبعد بناء على الظاهر الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 فاتح يوليوز 1914 حول الأملاك العامة كما تم تغييره وتنميته وبناء على الظهير الشريف رقم 1613 صادر في 6 ذو القعدة 1437 بتنفيذ القانون رقم 36/15 المتعلق بالماء وعلى تصميم التهيئة الخاصة بوكالات تهيئة موقع بحيرات لما نسميه الاسم يشرفني أن بحيرة مارشيكا يشرفني أن أخبركم أنه في جهة فإن الأودية تعتبر من الأملاك العامة الغير قابلة للتفويت أو الحجز
أو التقادم. ومن جهة ثانية فإن الأشغال التي باشرتها الوكالة بخصوص الواد موضوع شكايتكم قد أنجزت عموما باحترام تام للمسار الطبيعي لهذا الواد ما عدا المناطق المشمولة بالبناء. أما فيما يتعلق بتقسيم العقار المدلي به من طرفكم فهو تقسيم غير قانوني ومخالف للمقتضيات القانون 2590 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات مما يعود مخالفا يعاقب عليها القانون المذكور والقانون رقم 1266 المتعلق بمراقبة وجزر المخالفات وكل حدود لعقاركم بعين المكان على ضفاف الواد المعني تبقى مؤقتة ما لم تدلو بما يفيد متطابقة الحدود الملك العام ومن جهات المختصة وبه واجبة إفادتكم والسلام. هنا يقول لك بزاف معاقبة القانون شي حوايج ما فهمناش هذا الشيء. بنادم عنده الأرض دياله محفظة وعنده الملكية دياله وجيتو بنيتو واد الحار اللي هو من الناحية القانونية يعني خصك دير 4 متر باش تبني واد الحار. هاد الناس هادو جاو بناو واد الحار داروا فيه 13 متر وخداو للسيد 7 متر. دابا السيد جا باغي يبني ما خلاوش يبني وفي الملك ديالو وفي الأرض ديالو والواد ما مسقفش والواد فيه 13 متر والواد كيهدد سلامة ساكنات والناس اللي ساكنين تما واللي عندهم وليداتهم الا ضربات غا الشتا وحمل غا الواد جا شي واحد غا طاح تما سوا صغير سوا كبير سوا مراه سوا راجل كبير الا طاح داك الواد الله يرحمه. وكاين واحد الواد اخر ولكن ما دايش في الارض ديالنا الواحد شتو في جهه اخرى سقفوه ما كيبانش كاع الناس توبيت كيمشوفوه منه وسقفوه علاش جا فواحد منطقة سكنية وغير سكنية وسقفوه عاود حتى هو حتى من بعد ديالو. ولكن دابا كنتمنى ان شاء الله هاد الرسالة توصل ويفهموا المشكل اللي عندنا وما يخليوناش نرجعوا عاود حتى العام اللي ماجي غنجيو عاود نفس رجع بحال رجع بحال المسلسلات تكمل الحلقة ونبداو الحلقة يا اخرى. شوف سي المرابط القانون فوق الجميع. اي فوق الجميع اللي كيمسح واللي كما كنقولوا القانون فوق الجميع يعني القضاء هو اللي غادي يحل هذا المشكل. مشكل القضاء هو اللي غادي يحل المشكل. الشركه ما من حقهاش يعني تبدا تفصل في القوانين تقول لك راه كذا وكذا 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 وانت ما من حقكش تبدا عاود ثاني تفصل في القانون هذا وكذا وكذا لانه القانون لو كان جاء دابا هذا ماشي قرار ديال المحكمه لا. اما لو كان جاء القرار ديال المحكمه انت ديك الساعه يمكن غدير اجراءات اخرى ولا ما غاديش تهضر. حنا مازال ما اتجهناش القضاء ولا شي حاجه مازال كنديروا غير شكايات اي اداره صحيح مثلا العماله مشيت الوجده اللي تبع المياه الجوفيه ديال الويدان اللي كنحكم على الناظور درنا الشكايه لمارتشيكا او درنا الشكايه لمارتشيكا ودابا هذا الاسبوع درنا الشكايه لمارتشيكا وهذا هو الجواب ديالو وهذا ماشي جواب غير مقتنع بهذا الجواب انا لان انت عندك الملكيه ديالك عند الملكيه والتقسيم اللي قالت 25 على 90 حنا عندنا تقسيم اواخر الثمانينات وداك الشيء موثق موثق من كل شيء والناس بناو اللي داروا اللي كم العائله اللي بناو تما عندهم الرخصه من مارتشيكا هذاك المنطقه تبع مارتشيكا هي اللي كتعطي الرخصه ديال البناء اعطاتهم تما وكاين تما الناس كيبنيو دابا عاد فهمتي. حنا لا 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 عندنا الثقه ديالنا الكامله في القضاء واللي قال القضاء راه هي اللي غادي تكون ولكن باش تجي شركه معينه اي شركه وبدا تهضر في القوانين وتفصل وتقول لك انت ما عندكش الحق لا انت ما عندكش الحق واش كنتوما واش انت قاضي واش انت محكمه واش انت النيابه العامه اللي غادي تبدا تفسر ليا وبدا تفتي عليا في القوانين. راه كاين القضاء هو اللي كيحسم في هذا الشيء. هذا حنا كنتمنوا السي المرابط تلقاو شي حل في اقرب وقت كما قلت انت يا سينو القضاء يعني القضاء
هو اللي غادي ياخذكم هذا الشيء. هاد المشاكل راه كيمرضوا خورك صراحه، ياك كيمرضوا كيمرضوا بنادم يجي هنا خورك صراحه، كتجي كتمرض ماشي كتجي كدور العطا ديالك. كنتمنى مثلا كون نهار خص تمشي دير الشكايه ومشي للاداره ورجع واستنى حتى يرجعوا عليك. ولكن دابا راه 8 سنين، عرفتي 8 سنين؟ اه 8 سنين 2013 2021 8 سنين. 8 سنين لانه ما وقضيه ما فيها شي حتى شي مشكل، غير سقفوا هذاك الواد ما يمكنش. دابا جيتي للكلام ديال المعقوله السي المرابط كما قال الاب ديالك بانه واسقفوا غير الواد عباد الله واسقفوا غير الواد، وراه الواد كيشكل خطر، خطر على السكينه. وراه انت الا تحطي تما والله لا سلكتي راه ظاهر فيه، راه في 13 متر مازال يكون فيه غير 4 متر ولا تلقى فين تشد بعدا، واخا تلقى فين تشد. شتي هذاك السيد هذاك السيد قال لك تحت ما واحد الولد قال كي تروح الدراري الصغار يلعبوا تما كيمشيو لانه انت غتبني تما. دابا من هنا لغدا ما شنو غيوقع. دابا انت غتبني في الارض ديالك، غتجي تبني في الارض ديالك وعندك الوليدات ديالك وعندك الاحفاد ديالك، راه الا مشات واش انت غتبقى حاضيهم؟ لا غادي يمشيو بقى يلعبوا، بقى تمشي تلعب معاهم الدراري الصغار صغار من حقهم يمشيو يلعبوا من حقهم يخرجوا. الا حمل غا الواد جات غا الشتا وحمل ذاك الواد ودا كل شيء كل شيء ايوا راه خاصهم يسقفوا. ياك هذاك الواد اللي قدامكم راه غير من القنطره لهيه راه سقفوا حتى الواد حتى البحر. هذاك اللي واد الواد اللي فين بناو انت اللي في الواد اللي فين بناو ما مسقفش. علاش ما مسقفش؟ وداك الشيء خصنا نعرفوا. علاش ما مسقفش؟ علاش ما تشيكا؟ واحد الريحه كتعطي من تما واحد الريحه كريهه وكتهدد سلامه الساكنه. علاش ما تشيكا؟ انا كانت ما تشيكا استدعينا باش نسمعوا علاش؟ راه كاين جواب علاش؟ ماشي هذا القانون؟ هذا هنا كنطرحوا واحد نقطة أو علامة استفهام بأنه علاش هذه الشركة هذه ما بغاتش تستدعيكم؟ لان هذاك راه حقكم، هذاك راه الملك ديالكم، هذيك راه الارض ديالكم، ومن حق الشركه تستدعيكم ومبزز عليها تستدعيكم باش توصلوا لشي حل. شي حل ويدي سينو انت كما قلتي الا ما كانش شي حل ديك الساعه غتجو القضاء لانه هذاك راه حقكم والملك ديالكم وديال الورثه والارض محفظه والارض عندها الملكيه ديالها. والتقسيم كان في السنوات اواخر الثمانينات وعندكم داك الشيء موثق في الاوراق وداك الشيء التقسيم كان عندكم في اواخر الثمانينات والشركه كيقول لكم راه كان عندكم تقسيم في التسعينات ما عرفت منين جابوا هذا التقسيم هذا ومنين جابوا هذا الشيء. الله اعلم. اذا متتبعي قناه شوف تي في وصلنا لنهايه هذا البث المباشر هنا من الناظور. الى اللقاء في لقاء مباشر اخر.